السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي مطبخ توتي. لو أول مرة بتزوريني اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها. بإذن الله هعمل معاكم النهاردة القطايف من الألف للياء. هنعمل العجينة وهنسويها ونحمرها وكمان هنزينها بالتزيين البسيط الحلو ده. تابعي معايا الفيديو عشان تلاقي نفس النتيجة لما تجربي الوصفة بتاعتي ان شاء الله. انا عندي اول حاجة العجينة بتاعتي، انا عجنتها وابتدت في التخمر، وصلت للدرجة المظبوطة من التخمير، يعني هي كانت نص البولة ديت فارتفعت كل دوت، حتى شايفين في فقاعات هوا كده على سطح العجينة، ده التخمير. لازم تخمري العجينة كويس علشان عجينة القطايف ما تبقاش مكتومة معاكي. انا عامله فيديو كنت مخصوص لعجينه القطايف، بس ازاي تعجنيها وازاي تخبزيها وازاي تحصلي على نتيجه كويسه وتبقى زي الجاهزه واحلى كمان. بصوا، قبل ما نسويها لازم نقلبها كده، نخرج فقاعات الهواء اللي فيها دي، لازم نخرج منها الهواء خالص. دي خطوه ضروريه قوي قبل خبز عجينه القطايف، وهتلاقوا التفاصيل كلها في فيديو عجينه القطايف وهسيبهولكو في صندوق الوصف. بصوا، حركة التقليب ديت حتى لو تلاحظوا لما بتيجوا تشتروا قطايف جاهزة، الراجل اللي بيعمل القطايف دايما بتلاقيه بيقلب العجينة كده. هو بيعمل ايه بالتقليب ده؟ بيخرج الهواء منها علشان لما تيجي تخبزي عجينة القطايف، الفقاعات اللي بتظهر على السطح اللي هي بتاعة التخمير دي ما توصلش للقاع، والقطايف بتاعتك تبقى مخرمة كده. لو خرمت هتبقى متعبة شوية في التحمير لو انت حاطة في الحشو سكر او حاطه عسل حلويات، هتلاقي زيت التحمير اتحرق معاه بسرعه من السكر اللي نزل من القطايف. انا المره اللي فاتت لما عملت عجينه القطايف عايرت كل واحده بالمعلقه الصغيره البامبي دي، لكن المره دي انا هعمل بالمعلقه الاكبر. المعلقه الصغيره دي عطتني القطايف العصافيري، يعني ساعات كده البياعين بيقولوا على القطايف اللي حجمها صغير عصافيري، فانا هعملها الحجم المتوسط العادي اللي احنا بنشتريه وهحشيها معاكم ان شاء الله. هبتدي معاكم بالخبز. انا حطيت الصينية بتاعتي او الطاسة بتاعتي تسخن، مهم انها تسخن الاول، وهي اول واحدة بتغيب شوية لكن بعد كده بقية القطايف بتستوي بسرعة. بصوا، لما ابتدت تسخن ابتدت بقى ايه تعمل فقاعات هوا كده، هي كده خلاص داخلة ايه في التسوية. حتى هتلاحظوا كمان ان حرف القطايف ابتدى يجف، فهي هتبتدي كده تستوي من بره لجوه، بس هدي النار عليها علشان ما تتحرقش من تحت، لانك لما هتيجي تحمريها لو حمر استوت جامد اللون الغامق ده هيخليها في التحمير كمان تبقى غامقه، يعني خليها لون ذهبي فاتح كده. وعند خطوه معينه انا هوريكم قعرها عامل ازاي. بصوا هنا استوت خلاص، تلاقي السطح بتاعها جف خالص، شايفينها مخرمه ازاي؟ التخريمة دي دليل ان هي العجينة ناجحة وهتبقى كويسة ومش هتشرب زيت معانا في التحمير. كمان هعمل معاكم واحدة تانية. دلوقتي الجو ابتدى يحرر فهتلاقوا العجينة دي بتخلص معاكم بسرعة جدا. بس انتي مش شرط تخبزي زي واحدة واحدة، ممكن تحطي كذا واحدة في الصينية. بصوا بقى القعر بتاعها محمر بامبي جميل ازاي، زي اللون اللي احنا بنشتريه برضو من البياع، بيبقى اللون البامبي الفاتح دوت. وهكذا بقى هنكمل بقية الكمية كلها لحد ما نخلص العجينة. هي عموما ما بتاخدش معاكي وقت خالص في التسوية، يعني هو وقت ما بتحمري بطاطس كده هو نفس الوقت اللي انا عملت فيها الكمية دي كلها. شايفين ما شاء الله كوباية ونص، عملولي اكتر من نص كيلو، شايفين كلها كمان مستوية وحلوة ازاي، وقعرها كمان محني كده زي ما بيقولوا، اللون الذهبي الفاتح الجميل دوت، وطرية جدا، يعني هي مجرد ان انتي بتطلعيها على فوطة وتبرد فبتطرى كده. شايفين هي كده هتساعدك على التقفيل بتاعها طول ما هي طرية كده. عموما لما تعملي عجينة القطايف وتسويها، اول ما تبرد لازم تحشيها، لان انتي لو بيتيها كده القطايف مش هتقفل معاكي وهتعذبك بقى في التحمير وهتخرج الحشو بره. دي خطوة مهمة كان لازم تعرفيها. الحشوة بتاعتي بقى زي ما قلت لكم في العنوان، حشوة القطايف بحشوة الكنافة.
انا عندي كنافه دي انا محمراها في الفرن، بحط لها معلقه زبده كده واحطها في صينيه بحمرها، وضيف عليها زبيب وجوز هند وسوداني، ممكن تحطي اي مكسرات انت عايزاها، وضيفه كمان معلقتين ثلاثه سكر كده حسب طبعا السكر اللي انت بتحبيه، وضيفه معلقتين شربات علشان اجمع الحشوه دي مع بعض عشان ما تبقاش مفككه كده، عايزاها تمسك وتلم مع بعض شويه. بصوا بقى التقفيل بتاعها ازاي، بتقفلي الجناب بتاعت القطايف، تعملي لها جيب كده للي ما بيعرفش يحشي القطايف ازاي، وبتاخدي بقى معلقة من الحشو وتقفلي عليه، بتتقفل بكل سهولة جدا. العجينة دي ناجحة جدا جدا جدا، وكل اللي جربها الفيديو اللي فات بيشكرني على العجينة دي. شايفين بقى لما اتقفلت، عجينة ممتازة ممتازة ممتازة، ما اقولكوش ممتازة قد ايه، وان شاء الله طول السنة هتقدري تعملي القطايف لو اتعلمتي تعمليها بطريقة توتي. بص انا بقفل الجناب وبعبي كده من النص، هكمل بقى وحدات القطايف كلها بنفس الشكل، بس اهم حاجة تقفلي كده الحراف كويس عشان ما تفتحش معاكي وانتي بتحمريها في الزيت. حبايبي اللي اول مرة يشوفني، اشترك في القناة مطبخ توتي وفعل زر الجرس على كلمة الكل، يصل كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها بإذن الله. انا جددت في الحشوة، عملتها بحشوة الكنافة، انتي حابة تحطي مكسرات بس حطي، مفيش اي مشكلة. في ناس بتحب تحشيها جبنة كيري، في ناس بتحب تحشيها جبنة بدون ملح، زي ما انتي عايزة. ممكن تحشيها قشطة، قشطة الحلويات اللي هي بتبقى لبن ونشا وسكر، برضه هتبقى جميلة. شايفين بقى الشكل الطبق لما خلصناه حلو ازاي. هنبتدي بقى نحمر القطايف بتاعتنا، طبعا لازم الزيت يبقى سخن عشان القطايف ما تشربش زيت، لو النار هادية او الزيت بارد القطايف هتشرب زيت، لكن هي كده بتدخل في التحمير على طول فما بتلحقش تشرب زيت. وعموما العجينة بتاعتي لو جربتيها بنفس مقاديري هتعمليها حلوة ومش هتشرب معاكي زيت. بصوا بقى اللون الذهبي ده هو اللي انا عايزاه. حطيتها بقى في طبق التقديم وهبتدي اشربها بالعسل. انا مش حابة ان انا احط القطايف كلها في بولة العسل وبعدين اصفيها من العسل، انا عايزة احط لها حاجة بسيطة كده. انا هزينها كمان، عندي سبرينكل كده نجوم هيدي شكل لطيف في الاخر هتشوفوه. انا هكتفي بس ان انا احط بس على وشها كده كم معلقة عسل رايح جاي، هو ده عسل حلويات مش عسل نحل، ممكن لو حابة تحطي عسل نحل حطي مفيش اي مشكلة، بس لاحظوا ان احنا حاطين في الحشوة من جوه كمان عسل عشان ما تبقاش مسكرة قوي، في ناس ما بتحبش السكر الزيادة. هي طبعا القطايف بتاعتي لسه سخنة والشربات بارد، انا هحط بس كمية مناسبة كده لحلاوة السكر اللي انا بحبها، طبعا برضو العسل بيديها لمعة كده جميلة عشان كمان السبرينكل اللي هنحطها تلزق على القطايف. انا قلت اقدمها لكم بشكل جديد يفرحكم ويفرح ضيوفكم وهيعجب اولادكم جدا، الاولاد بيحبوا الحاجات الملونة. ممكن كمان تخلي ابنك او بنتك تساعدك بقى في التزيين، الولاد بيحبوا الحاجات دي قوي، وهتبقى ذكرى رمضان. دايما اي حاجة بتعمليها مع ولادك بيفضلوا فاكرينها لحد ما يكبروا. شايفين النجوم اللي انا حطيتها عطيت شكل جميل ازاي، انا قلت النجوم دي حاجة مناسبة يعني بمناسبة بقى رمضان والهلال والنجوم وكده يعني، بس انا نسيت احط الفوانيس بتاعتي وانا بصور، المرة الجاية بقى بحطها ان شاء الله. وحطيت بقى فرماسيل كده على انحراف الطبق، وده كان الشكل لما خلص الطبق. ايه رأيكم بقى، هي فكرة بسيطة قوي ما عملناش حاجة جديدة، بس هو التزيين عطانا كده ديكور جديد للطبق اللي بنقدمه دايما ومعتادين عليه، احنا كده قدمناها بشكل جديد، بس طعمها هي القطايف بتاعة رمضان اللذيذة الحلوة اللي احنا بنستناها من السنة للسنة.
بس لما تعمليها بطريقتي هتبقى عندك طول السنة ان شاء الله. يلا بقى اعملوا لايك كتير للفيديو الحلو ده عشان تشجعوني. واللي عجبه الفيديو يكتب لي في الكومنتات. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبتك وصفتي اشتركي في قناتي مطبخ توتي وفعلي زر الجرس على كلمة الكل ليصلك كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها بإذن الله. انتظروا مني كل جديد وكل سهل، كل حاجة حلوة وطعمها لذيذ وتتعمل بسهولة وبكل بساطة. ألقاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.